بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في المرات السابقة إزاي نجيب كي في المعمل وفي الموقع، ودرسنا إزاي نجيب كي إكويفلنت لعدة طبقات من السويل لو كان السريان ماشي موازي للطبقات أو كان عمودي على الطبقات. النهاردة بقى هنتكلم في بارت 13 من شابتر 3، موضوع مهم جدا اللي هو الفلونت او شبكة السريان. ايه كلمة شبكة سريان يعني ايه؟ ده عبارة عن graphically representation of flow through saturated soil or porous rock، ودي بتتكون من flow line و equipotential line. يعني ايه؟ انا عندي سد بالشكل دوت والمية موجودة هنا والمية الناحية موجودة هنا. لما تيجي ترسم المية تمشي ازاي، هي دي اسمها الفلو لاين اللي انت شايفها دي. ولو رسمت الخطوط اللي هي فيها الضغط متساوي، دي اسمها الايكو بوتنشال ايه لاين. الاثنين مع بعض هو ده الفلو نت او شبكه السريان. يبقى ايه هي الفلو لاين؟ اتس ا باس اوف ووتر بارتيكل، ووتر تندس تو ايه فلو او فولو ايه شورتست باس. لازم تروح اقصر طريقه طبعا، الميه اذكى مخلوقات ربنا يعني. From point to point but at the same time makes smooth curve. يعني لازم يبقى جاي سموث كده، ما تقوليش الميه تمشي كده تن تك 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 تك، لا غلط الكلام دوت. When it changes a direction. اما الايكو بوتنشال لاين، it is a line joining point of a equal total head، اللي عليها الهيد بتاعها ايه متساوي، ودي تعتبر هي الرايز اوف ووتر في الايه في الايه في البيزومتر. طيب زي ما انت شايف اهوت، لو انا عندي ميه ماشيه من هنا لهنا، طبعا ماشيه عشان في اتش، فانا باخد ده الديتم بتاعي. لاحظ حاجه، ان انت عندك ميه ماشيه كده، فلو انت رسمت الخطوط الرأسية اللي هي الزرقاء اللي انت شايفها دي، ده اسمها flow line. الفلو lines. امال ايه بقى لو انا عندي الضغط هنا، الضغط عند المستوى اللي تحت والمية ماشية كده، خلي بالك ها، الضغط هنا الضغط بيساوي اتش. كل ما تمشي الضغط عمال يقل بتاعي لحد ما بيوصل هنا الضغط بصفر، فهتلاقي مثلا هنا اتش بكام؟ باتش، او الضغط باتش، وهنا الضغط بمين؟ اتش على 2، وممكن هنا 3 ارباع لحد ما اوصل لمين؟ او هنا ربع اسف، وبعد كده لما اوصل لاتش مين؟ بصفر. لاحظ ان انا لو حطيت بيزومتر هنا، لا الميه توصل لي لحد هنا، شوف البيزومتر هنا وصلت لي لحد هنا، البيزومتر هنا وصلت لي لحد هنا اللي انت شايفه بالشكل دوت. طيب. في بعض الافتراضات عشان نرسم الفلو لاينز او الفلو نت بتاعتنا، ان هو واحد اسمه لابلاس هو اللي حط الايه؟ الفروض ديت. قال لي ان السويل بتاعتي لازم تكون هوموجينيوس وايزوتروبيك، يعني متجانسه والستريسز في كل اتجاه ماله زي بعض. لازم السويل تكون ساتوريتد، يعني لازم تكون مليانه بالايه، فراغات مليانه بالميه. الفلو اوف ووتر از لامينار كونتينوس اند ستيدي، ما احنا ده متفقين عليه من الاول يعني. سويل بارتيكلز اند ووتر ار مالها انكمبريسبل، يعني مالها مش مضغوطه يعني. والفلو اوف ووتر فلو دارسي مين لو، يعني بتتبع قانون دارسي. إن شاء الله في المرات القادمة هنتعلم إزاي نرسم الفلو لاين بتاعنا، بس لازم تبقى حاطط في دماغك بعض القواعد الأساسية. إيه هي؟ أول حاجة إن الفلو لاينز والإيكو بوتنشال لاين لازم تكون متعامدين، يعني لازم الخط ده والخط ده يكون متعامد. الإمبريفيوس باوندريز آر فلو لاينز، يعني الخطوط اللي هي الخارجية ديت، لو أنا عندي ده سد أهو، فده يعتبر فلو لاين، الحدود الخارجية دي، ماشي؟ equipotential line intersect impervious boundary at right angle، هذه تعتبر flow line. فما تيجي ترسم equipotential لازم يبقى الزاوية بتاعتي مالها زاوية ايه قائمة. flow lines don't intersect anyway، اوعى تخلي خط، ما هو خط تاني هو جاي اهو، اوعى الخط ده يتقاطع مع الخط ده، دي تعتبر fatal mistake. equipotential line don't intersect anyway، ما احنا اتفقنا الكلام ده ان هي ما بت ايه ما بتتقاطعش. flow lines and equipotential lines form square as possible، على قد ما تقدر، ما ده فلو لاين وده فلو لاين وهنا ايكو بوتنشال، يفضل ان الشكل ده يبقى شكل مربع قدر المستطاع، قدر المستطاع انه يبقى شكل مربع. اول ترانزيشن ار سمول، طبعا لما تيجي تعمل مش تروح عامل لي دي كده وتروح عاملها لي كده بقى، لا هي هنا عشان ده حد، لكن لما تيجي تمشي لازم تبقى سموز بالشكل ده. نمبر اوف فلو شانلز مي كونتين فراكشن ايكوال ذا ريشيو بتوين اي اند بي ان ذا لاست فلو اي اتشال، يعني ايه؟ يعني ممكن العدد بتاعي مش شرط ان هو يكون عدد صحيح، يعني لما اقول ده دي عدد قنوات السريان، واحد مثلا اتنين تلاتة، ممكن يحصل لي ايه؟ واحد اتنين تلاتة ونص مثلا، مفيش مشكلة ان هي تبقى مالها كسر عادي. ان شاء الله المرة اللي جاية هنتعلم ازاي نرسم الفلو لاين، واحنا حاطين في اعتباراتنا الايه؟ الشروط السابقة. شكرا.